نارين بيوتي تعلن عن خطوبتها من حبيبها السري بإيطاليا. نعم مثل ما سمعتوا، فمن بعد إطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر واللوك الجديد، سافرت نارين بيوتي لإيطاليا لحضور خطوبة وزواج أشخاص ما صرحت عن هويتهم وما زالوا مجهولين لحد الآن. والإشاعات بتقول أنه الحفل لأصدقاء حبيب نارين بيوتي السري اللي عم بيشك بوجوده عدد كبير من متابعين نارين، حيث نارين ما أجابت عن تساؤلات الجمهور بخصوص مصداقية الإشاعة لحد الآن. فشاركت نارين بيوتي مجموعة من الستوريات من الحفل، وختمت الستوريات بتفكيرها باتخاذ قرار تنظيم حفلة خطوبتها بإيطاليا على نفس طريقة الحفل اللي حضرته. يا جماعة أنا وصلت ولحقنا كل شيء الحمد لله، بس ما قدرنا نصور، بس هلا قاعدين عم ناكل، والجو بالمكان اللي أنا فيه حاسة حالي يعني ما بعرف، المكان اللي أنا فيه بجنن. يعني عم شوي عم أقول بدي أخطب هون، بدي أعمل خطبتي هون، بس أنا بنفس الوقت نورية، يعني بحب الدج دج دج والطبلة والدبكة والهالشغلات، فما قادرة يعني أتأقلم. ممكن عشان هون عيد ميلادهم بروبوزلهم، بس إنه لا. فشاف البعض أنه ممكن نارين بيوتي عم بتلمح عن خطوبتها القريبة، فشو رأيكم أنتو؟ هل الإشاعات بخصوص حبيبها السري حقيقة أم كذب؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوبرز. مع جوك تي في، كن دائما الأقرب.